اول طبق هيبقى نودلز بالسالمون. اقول على المكونات: نودلز او اللي هي زي المكرونه بس بتبقى اسيوي، كرومب، فلفل احمر وفلفل حار وجزر، بصل، ليمون، زيت سمسم، قطعه سالمون، بشر ليمون، حبه بركه، صويا صوص، ثوم، سمسم وكاتشب. حط الطاسه على النار وهقطع البصل، يعني الطبق ده هياخد تقريبا نص بصله، كفايه قوي. زيت السمسم بيستحمل درجه حراره عاليه قوي، فعشان كده في الفار ايست بيستعملوه كتير قوي، لان هم اغلب اكلهم كله على نار عاليه جدا، يعني حتى البوتاجازات بتاعتهم غير البوتاجازات اللي عندنا خالص، بتبقى النار اللي طالعه من البوتاجاز يعني بتبقى شعله جامده جدا، وبيتحكموا فيها بتعلى وتوطى جامد جدا. هاخد زيت السمسم واحطه هنا الاول، وهاخد الجزر واحده كفايه، هقطعه رفيع شويه على قد ما اقدر عشان عايزه يطرى. لو مش عايزين نقطع ونستعمل السكينه ممكن نستعمل المبشره، فيها الناحيه الثانيه بتقطع رفيع قوي، لكن لو بنعرف هو الطبخ اغلبه يعني تقطيع فبيبقى في شويه من المتعه. والجزر، فلفل رومي احمر هقطعه برده كده بالطول. النودلز بتتجاب من السوبر ماركت، السوبر ماركتس الكبيره. لو مفيش نودلز ممكن نستعمل مكرونه عادي خالص، مكرونه سباكيتي اللي هي الرفيعه. وهنحط فلفل حار. ما كملش. النودلز بقى بتتجاب تحط في ميه دافيه، بتتساب حوالي 10 دقائق، بتفك وبتبقى جاهزه على الاكل على طول، مش محتاجه تستوي يعني. معلقه صغيره من الملح عشان احط صويا صوص، فلازم نفتكر ان الصويا صوص هتبقى حادقه فمش لازم نزود قوي. هاخد شويه كمان من الكرنب، برضو الكرنب ممكن يتحط من بدري. نقلبهم كده كويس. السمسم وحبه البركه يتحطوا في الاخر. معلقه صغيره من الثوم. اقلب الثوم كده كويس. كده اقدر احط السالمون، بس ايه، محتاج اقطعه الاول. اخد سكينه تانية كده نقطع السالمون على قد ما نقدر، نخليه كله متقطع نفس المقاس. هو طبعا ممكن احتمال كبير قوي في النار يبتدي يتفك من بعضه، هنوسع له كده حته هنا. هحط سنه صغيره قوي من زيت نباتي واقلب كله مع بعضه كده. هتعرفوا على طول السالمون امتى استوى لما لونه هيتغير. نحاول نخليه واصل للطاسه علشان يستوي اسرع. هاخد معلقه كاتشب. افضل اقلب كده لحد لما اشوف ان كل السالمون لونه كله بقى واحد، معنى كده ان هو ايه، استوى. هزود بشر الليمون، دول كتير شويه، واقلب تاني. معلقه صويا صوص، وعصره ليمون كده كويسه. لو تفتكروا حضراتكم انا قلت في الاول مش هحط ملح كتير عشان الصويا صوص هيظبط الملح كويس. لسه في حته هنا ما استويتش. ماشي، وهصفي الميه من النودلز. زي ما قلت لحضراتكم لو النودلز مش موجوده المكرونه السباكيتي بتنفع تعمل نفس الشغل بالظبط. وخلي فيها شويه ميه كده علشان تنزل ايه، تخلي فيه سنه من الصوص. قلب. التقليب بقى اللي انا بعمله ده علشان اخلي النكهه كلها تدخل جوه النودلز او تدخل جوه المكرونه الاسيوي.